بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أتأمل معكم اليوم هذه الآية وأذكركم بها، لأننا للأسف اليوم غارقون في بحر من النسيان والغفلة عن لقاء الله، وأخشى أن يكون أخي الحبيب أن تكون غفلتك عن لقاء الله نوع من التكذيب، وكأنك تنسى الله وتنسى لقاءه. انظر ماذا يقول لك القرآن العظيم في سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والتكذيب هنا أخي الحبيب ليس من الضروري أن تقول أنا لا أصدق، يعني أن تقول بلسانك أنا أكذب لقاء الله، لا. أنت عندما تغش في تجارتك، عندما تأكل المال الحرام، عندما تظلم زوجتك أو تظلم الناس، عندما تترك الصلاة والصيام والعبادات، عندما يكون خلقك سيئا مع الناس، تؤذي جيرانك، أنت تكذب بلقاء الله. لماذا؟ لأنك لو أيقنت بلقاء الله لما فعلت هذا، لأنك لا تجرؤ على مخالفة قانون وضعه البشر، لأنك تعلم أن هناك عقوبة. يعني عندما تركب سيارتك وتسير في الشارع، إذا كان هناك كاميرا وضعتها الدولة لمراقبة حركة السيارات، مستحيل أن تكسر الإشارة. لماذا؟ لأنك صدقت وآمنت واستيقنت أن هناك غرامة ستدفعها أو عقوبة ما. طيب أنت عندما تعصي الله وتنظر إلى ما حرم الله وتتجرأ على الله عز وجل في هذه الذنوب والمعاصي، هل تريد أن تقنعني أنك آمنت بلقاء الله واستيقنت أن الله يراك ثم تعصي؟ طبعا الإنسان قد يتعرض لغفلة، قد يسهو قليلا، أما أن تجد إنسان غارق في المعصية وحب الدنيا ويلهث وراء الشهوات وراء المال وراء المتاع الزائل ثم يقول لي أنا مؤمن بلقاء الله، لا، هذا مثله كمثل من يكذب بلقاء الله تماما. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. طيب يوم القيامة نعلم أنه بعيد، كيف يأتي بغتة؟ الموت أخي الحبيب، بمجرد أن جاءك الموت قامت قيامتك، لأنه لا ينفع العمل ولا ينفع الإيمان، وانتهت الدنيا ودخلت في أول منزلة من منازل الآخرة وهو البرزخ، والموت يأتي بغتة. نحن لا نعلم أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء بشكل عام، تكريما لهم خيرهم الله بين الدنيا والآخرة وكانوا يختارون لقاء الله عز وجل، ولكن نحن كبشر لا يستأذننا ملك الموت عندما يأتي، ولا يأخذ رأيي ولا رأيك، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن من؟ بإذن فلان أو فلان؟ لا، مهما بلغ من القوة، لا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. إذن التوقيع، الإذن يجب أن يصدر من الله، مركز القيادة فوق عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الإذن بموت هذه النفس. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
طب عندما يأتي الموت بغتة، لماذا هنا قال حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، لم يقل الموت؟ هذا دليل على أن هناك عذابا بعد الموت يأتي فجأة. أيضا يعني القضية ليست يعني قضية عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ في لحظة الموت أخي الحبيب، يا من تلهث وراء الدنيا وتحمل هموم الدنيا وتغفل عن اللقاء الأهم وهو لقاء الله عز وجل، سوف تقول هذا الكلام لحظة الموت. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، بنى وجمع المال وفعل كل شيء باستثناء العمل لآخرته. فعلا كثير من الناس اليوم يلهث من أجل السكن، البيت، المال أو الرزق، الطعام، النساء، المنصب، الشهادات، يسعى ويبني، ولكنه ينسى هذا القبر، ينسى لقاء الله. صدقني كل واحد نسي لقاء الله ستأتيه الحسرة لحظة الموت. قالوا حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، هنا استخدم القرآن لفظ الساعة ليقول لك بدأت رحلة العذاب. لو قال الموت ربما يظن الإنسان أنه سيموت وينتهي ولن يرجع إلى الحياة من جديد، لا، قال الساعة. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أوزارهم يعني أعمالهم السيئة، الفواحش. لا تظن أخي الحبيب عندما تؤذي إنسان، اعلم أن الكلمة التي ألقيتها تستهزئ بإنسان أو تؤذي إنسان أو تنتقص من حق إنسان، هذه الكلمة أنت ستحملها على ظهرك. سبحان الله، كم الحمل ثقيل. لو فكر أحدنا كم كلمة يلقي كل يوم يؤذي بها عباد الله، كم كلمة يضل بها عن ذكر الله، كم كلمة يكسب بها الحرام، كم كلمة تخرج من فمه فيها فاحشة، كل هذا ستحمله على ظهرك. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. من السيء جدا أنك تحمل ذنوبك وتمشي بها. هل هناك أسوأ من إنسان يحمل ذنوبه ويمشي بها؟ لذلك سارع منذ هذه اللحظة أخي الحبيب، منذ هذه اللحظة سارع وخفف الحمل عنك. طب كيف أذهب هذه الذنوب الكثيرة؟ إجراء بسيط هو التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة تتوب بها إلى الله، كلمة واحدة، أستغفر الله وأتوب إليه، محوت كل هذه الذنوب، ولكن بشرط أن تقولها بصدق. إن الحسنات يذهبن السيئات. من رحمة الله هنا أخي الحبيب بالنسبة لمن كثرت ذنوبه، كيف ترتاح منها في الدنيا قبل الآخرة؟ لكي تلقى الله وأنت تحمل أعمالك الصالحة. ما أجمل الإنسان عندما يأتيه الموت وهو مفاجئ، عندما تأتيه الساعة بغتة يكون مستعدا لها، يفرح بلقاء الله، يجد أن أعماله صالحة، يقول ها أم اقرأوا كتابي،
يريد كل الكون أن يقرأ أعماله، لأن فيها الصلاة، فيها ذكر الله، فيها أعمال البر، فيها الإحسان، فيها الصبر، فيها العطاء، فيها تحمل أذى الناس، فيها إكرام الناس، فيها الكلام الحسن، يفتخر أمام الناس. هاؤم اقرأوا كتابي، يريدهم أن يجتمعوا ويقول لهم انظروا إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. فهنا أيها الأحبة، لمثل هذا فليعمل العاملون. يعني والله يا أخي الحبيب، أنت تظلم نفسك عندما تنسى لقاء الله. ثم إن لقاء الله، التفكير بلقاء الله، كثرة التفكير بلقاء الله هو علاج على فكرة للهموم والمشاكل والأحزان والضيق. لنفرض أن إنسان أحيط بالمشاكل والهموم ولم يجد لها حلا، بمجرد أن يتذكر لقاء الله، هذا اللقاء الرائع الجميل الذي هو بداية السعادة ونهاية الأحزان، بداية الطمأنينة ونهاية الاكتئاب والقلق الذي عاشه في الدنيا. فبمجرد أن تفكر بلقاء الله، هذا علاج وشفاء. لذلك أخي الحبيب، تذكر هذه الآية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وليس الذي يكذب هو الذي يقول بلسانه أنا أكذب، لا، سلوكك يدل على أنك تكذب، أكلك للربا، أكلك للمال الحرام يدل على أنك تكذب. عندما تغش الآخرين ولو بمعلومة، أنت تكذب بلقاء الله، لأنك لو استيقنت أن الله يراك، والله لا تعصيه أبدا. لو استيقنت، أنا أتحدى أي واحد إذا وضعت له كاميرا وأيقن أن الناس ينظرون إليه، يستحيل أن يرتكب خطأ فادحا، إلا إذا كان طبعا إنسان يعني سيء جدا. أما الإنسان الطبيعي، الفطرة تأبى ذلك. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم، ذنوبهم يعني، على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يحملون، ألا ساء ما يضعون من ذنوب على أكتافهم. نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن نسارع في التوبة إليه، كل واحد منا يسارع في التوبة ويتخلى عن هذه الذنوب، يهرب منها. التوبة فقط والدعاء. إن الله سبحانه وتعالى عندما يعلم أنك صادق في توبتك أخي الحبيب، والله سيبدل هذه السيئات حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.